وحول استمرار إيران في انتهاكاتها ضد محافظات شمالي العراق بقصفها مناطق عدة في أربيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بك سيادة العقيد حاتم. يعني في حلقة من سلسلة انتهاكات إيران لكل الأعراف الدولية، الحرس الثوري يقصف عدة مناطق في أربيل والسليمانية ويطلق مسيرات باتجاه مناطق مدنية. السؤال هنا، هل المناطق التي جرى قصفها تؤوي معسكرات إرهابية كما تدعي إيران حقا؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. أنا بداية دعني أقول بأن هذا السؤال يجب أن تجيب عنه حكومة بغداد، حكومة الكاظمي التي حولت العراق إلى مرتع لجماعات والمنظمات الإرهابية، وجعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات سواء كانت الإقليمية أو حتى الداخلية. لذلك أنا أرى بأنه حتى وإن كانت هذه المنظمات موجودة على الأراضي العراقية، فالقانون الدولي والأعراف الدولية لا تسمح لطهران أن تقوم بمثل هذا العمل الذي يعد بمثابة إعلان حرب على العراق. يضاف إلى ذلك بأنه كان يجب على القوات الأمنية التي أوجدت للدفاع عن البلد وعن الشعب أن تقوم بالرد على هذه الانتهاكات التي المتكررة التي تقوم بها إيران طوال الفترة الماضية. واستغرب هذا الصمت حقيقة، لأنه في الماضي قبل عام 2003 كانت هناك منظمة مجاهدي خلق، ولكن لم تتجرأ إيران على عملية قصف هذه المنظمة على الرغم من وجودها على الأراضي العراقية. وهذا يبين التباين الكبير في قضية احتواء المنظمات الإرهابية على الأراضي العراقية أولا وصمت الحكومة عليها. يضاف إلى ذلك ضعف القرار السياسي وضعف القرار والقوات الأمنية التي كان يجب عليها أن ترد على هذا القصف. ولكني لا أستغرب بشكل عام، لأن الذي يفشل في الدفاع عن المنطقة الخضراء في قلب العاصمة بغداد لا أستغرب أنه يفشل في الدفاع عن كردستان الذي يقصف طوال الفترة الماضية من قبل إيران بمبررات واهية من قبل إيران. وهذا دليل كبير جدا على أن هذه الدولة أو هذه الحكومة غير قادرة عن الدفاع عن مصالح العراق العليا. نعم سيد حاتم، استخدام إيران للمدفعية والمسيرات باعتقادكم لماذا لم يجد ردا من البشمركة رغم أن القصف مستمر منذ أسبوع؟ نعم، لا شك بأنه إذا ما جئنا إلى القدرات العسكرية للبشمركة لا ترقى إلى الرد على إيران. يعني القوات البشمركة تفتقر إلى القوة الجوية، تفتقر إلى القوة الصاروخية، وتفتقر إلى القوات المدرعة والقوات الآلية، وكان يجب أن يكون هناك رد بالتنسيق مع حكومة المركز. ولكن المشكلة في العراق حقيقة هناك يعني إشكال كبير جدا في إدارة الملف الأمني في العراق، وإن القائد العام لا يستطيع أن يحرك جندي واحد في كردستان العراق، وهذا إشكال آخر يضاف إلى ضعف القرار العسكري في الرد على إيران. لذلك لا تستغرب بأنه كردستان لا ترد على مثل هذه الانتهاكات، لأنها تعرف إذا ما أرادت إيران أن تقوم بأي عمل هجومي آخر أكبر من هذا العمل لن تجرؤ القوات الأمنية بسبب وجود الميليشيات الموجودة في العراق والتي توالي إيران، أو وجود كثير من القيادات الموجودة في القوات الأمنية التي بنيت على أسس طائفية هي تابعة إلى إيران. إلى سؤال آخر سيد حاتم، يعني هذا القصف سبقه قصف على عدة أقضية، باعتقادكم لماذا تصعد إيران عسكريا في هذا التوقيت بالذات رغم الأزمات الداخلية التي تعيشها؟ نعم، لا شك بأن إيران هي تحاول الهروب من المشاكل الداخلية بشكل كبير جدا، هذا واحد. ثانيا، هي تحاول منع المنظمات المعادية، المنظمات التي تسميها هي إرهابية، وهي أنا أعتقد بأنها هي معادية إلى نظام الحكم في إيران، لتمنعها من التدخل أو توظيف الأحداث التي تجري في كردستان إيران في شمالها. يضاف إلى ذلك إيران تحاول أن تستعرض قوتها العسكرية من خلال هذه الضربات التي تنفذها في كردستان، وهي رسائل متعددة إلى كردستان العراق بالضغط على الملف السياسي وما يجري في بغداد من عملية تشكيل حكومة. يضاف إلى ذلك هي رسالة إلى الجماعات التي تعتبرها هي معادية لنظام الحكم بأنني أستطيع التوغل والدخول إلى عمق الأراضي العراقية إذا ما تطلب الموقف ذلك. لكن صدرت إدانات من الخارجية العراقية سيد حاتم، وكذلك استدعاء للسفير الذي جرى استدعاؤه من قبل الشهر الماضي. السؤال هنا، هل تجد أن تعاطي الحكومة في بغداد مع هذه الانتهاكات يتكافأ مع خطورة الحدث؟
نعم، لا شك بأنه تعاطي حكومة بغداد تعاطي ضعيف جدا مع لأن هذه القضية هي ليست المرة الأولى. يعني إذا ما جينا للفترة الماضية عندما قاموا بقصف بعض المقرات في كردستان العراق وقالوا بأن هذه هي مقرات للموساد الإسرائيلي، يعني حجج واهية ومبررات غير مقنعة لا للرأي العام الداخلي ولا للحكومة، ومع ذلك صمتت حكومة بغداد لأن هناك نية لهذه الحكومة أن تعود مرة ثانية إلى رئاسة الوزراء، وبالتالي يجب أن تصمت على كثير من الانتهاكات الإيرانية ليس في هذه المنطقة فقط وإنما في كثير. عندما نأتي إلى زيارة الأربعينية وكيف دخل الزوار الإيرانيين إلى العراق عن طريق المنافذ الحدودية، يعني دليل واضح وصارخ على أن هناك تواطؤ وهناك صمت من قبل حكومة بغداد على جميع التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها طهران باتجاه العراق. أسألك السؤال الأخير سيد حاتم، يعني هل ترى أن الإدانات الدولية قادرة على وقف هذه الاعتداءات الإيرانية المستمرة على العراق؟ لا شك بأن هذه الإدانات لن توقف ما قامت به إيران، لأنها لو كانت هذه الإدانات قادرة على وقف الهجمات الإيرانية لوقفت الهجمات الإيرانية على السفارة الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية في الفترة الماضية. أنا أعتقد بأن هناك إشكال كبير جدا، هناك عربدة إيرانية في المنطقة، هناك تجاوز إيران لكل الأعراف والقوانين الدولية، وترى إيران بأنها تتصرف في هذه المنطقة على أنها دولة إقليمية تحاول إعادة الإمبراطورية الفارسية، وهي تحاول الضغط على جميع الأطراف الآن في سبيل تحقيق هذا الحلم الفارسي. الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.